معايا ملكة. هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك؟ وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايق؟ انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بقول لك ايه، روح امك معاكي فلوس تيجي اهل الوسائل، معكيش فلوس ما توريناش وشي، ما تجيش هنا خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ساعه ما فات ما روحش سيره الا كوريا كوريا كوريا. الف سلامه عليك يا ايمن. الف سلامه عليك ابراهيم ولدي، الحمد لله المره دي جت سليمه. بركه في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيم، وانا لازمتي ايه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في كذا منين اجيب لكم جزازتين بحليب تشربوه وانتم قاعدين. يوم يا خال بقى. بس انت ليه بقى يا هيم ما قلتش للحكومه اللي كانت واقفه دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عاملته السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومه ملهاش دعوه، النهارده عندي بكره عنده، والشارع بيحكم الكل. يا عم شكري. ايوه الو، ايوه حاضر حاضر جاي على طول. مع السلام. مع السلام. في سلام عليك ابراهيم يا ولدي، الحمد لله اني اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، هخلص ورايا. ماشي. سلام يا خال. مالكش حاجه وحشه؟ مشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليكي لينا ابو الهجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. اه والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه سوكا وبتقض. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسمي سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي، ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، لو احتجت اي حاجه انده عليا بس. شاكرين عليك، ربنا يخليك. وانا عكيت ولا ايه؟ هو انت هتفضل مدب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمر، كثافه البيت. السلام عليكم يا سوكا. مين دي؟ مين؟ بعدين انا تعبت قوي يا دينا، مش قادره استحمل اكتر من كده. خلاص يا حبيبتي ممكن بس تهدي شويه؟ احنا كلنا معاكي على فكره، وانا مش هسيبك ولو حصل ايه. وعلى فكره نادر يعني بيحاول بكل الطرق انه يخلص قصتك دي بسرعه. انا مش فاهمه انا هنا ليه وبدفع ثمن ايه، كل ده عشان حبيت مروان ووثقت فيه يقوم يبهدلني بالشكل ده؟ يا دينا انا بموت كل يوم ألف مره وانا بتخيل ان هو دلوقتي في حضن نجوان وبفلوسي. طب هو لو كان عايز فلوس كان قال لي، انا كنت اديته اللي هو عايزه. ولو هو بيحب نجوان من الاول، معقول يا دينا هو كان بيحب نجوان من الاول وبيضحكوا عليا؟ قولي لي يا دينا انا هتجنن. على فكره الحمد لله انك كشفتيه ده عن حقيقته. اهدي يا ست هايدي اهدي، وان شاء الله كل شيء ولاخر. اصبر ايه وكشفت ايه؟ ده مش بس خني وسرقني، ده خلاني هربانه زي المجرمين، ده انا حتى ما بقتش انا بقيت عايشه جوه واحده ما كنتش راضيه اصلا ان انا اعدي من جنبها. عارفه بس يا هايدي اسمعي بقى، انت اقوى من كده، انت صاحبتي وانا اعرفك اكتر منك. الموضوع ده مساله وقت وهتنتهي، وكل حاجه صدقيني هترجع لطبيعتها. الفلوس سابها لك انكل ابو طالب عشان لو احتجتي اي حاجه. وبعدين البطاقه دي نادر بعتها لك عشان اسمك الجديد، بس بيقول لك ما تستخدمهاش غير لو اتزنقتي قوي، يعني يا حبيبتي يستحسن انك ما تستخدمهاش اصلا. وانا يا ست البنات كل الطلبات اللي انت طلبتيها والوكل وكله جبته لك اهو. انا متشكره قوي يا جماعه، مش عارفه بجد من غيركم كنت هعمل ايه. قبل هجر ايه محسن الصدف ديت؟ انا كنت جاي اعتذر لك يعني لو كنت ضايقت حضرتك ولا حاجه. لا ابدا ما ضايقتنيش، وبعدين انا ما اعرفكش عشان تضايقني او ما تضايقنيش، والنبي يا حاج انتصار ما تبليش الارض قوي عشان ما حدش يتزحلق. حبيبي طالما حضرتك بقى مش متضايقه ممكن تقبلي مني ديت، وبشكرك يعني على وقفتك معانا، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت بلد بنت بلد بجد يعني. انا مش محتاجه شكر ولا حاجه، ده شغلي. وحضرتك بتضحكي على ايه؟ ابدا ما فيش حاجه، عن اذنك. لا بقول لك حاجه، والله العظيم ما انت ماشيه مننا الا لما تقولي بتضحكي على ايه. يعني انت مش هين عليك تجيب لي علبة عصير من الكانتين، جايب لي واحدة من اللي احنا بنوزعهم على العيانين. لا اصل انا اقول لك حاجة، اصل ابراهيم قال لي خد اشربها، فانا استخسرتها فيا وقلت والله ما حد يشربها الا ابله هجر، والنبي ما تكسفيني. خدي. ماشي. استني استني. الشمينيلو عشان يعني متشكر. ربنا يخليك يا ابله هجر.
طب انا هرجع مصر دلوقتي اعمل ايه؟ لا اهلي عايزيني وانا معايا فلوس. انا خسرت هايز وخسرت نادر وخسرت كل حاجه. هنزل اعمل ايه؟ وازاي بعد كل ده اسيب مروان وما اطلعش منه باي حاجه؟ لا انا لازم ارجع لمروان، لازم اخد حقي وهاخده باي شكل. السلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما، قلقتني عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبه لك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجي لك ليلتها، بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيش في القلق. وهذا اللي بيسلم عليك وبيقول لك الف سلامه عليك، وكان عايز يجي لك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف ميت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب ووجع القلب. الله هو فيك. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايه كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلقني. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وصوابع ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخرة المدام كنت هتروح مني في شربة مي عشان مين ده كله؟ يا طاعون احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرى ايه يالا؟ كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيبه ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن يبقى ابن حرام. كل واحد فيكم عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وثلاث ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامه. يلا يا نسر. مع السلامه. خطوه عزيزه. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرش لو ما قلتهمش. ايه المشكله يعني؟ كل